بري حوزوية ميقري اليوم حلقتنا الثانية عن اللبناني لأنه بلشنا هيديك الحلقة قلنا بدنا نكمل اليوم كمان ضمن الاشياء اللي اللي بنقولها باللبناني نحن بنقول ايه ما بنقول نعم واوقات للاسف بنصير نعلم اولادنا لا ما تقول ايه عيب ليش؟ ما هي الايه هيدي من لغتنا الاساسيه بتجي من اين اين باللغه السريانيه بتعني نعم اوكي هلا انتبهوا نحنا بالسرياني عطول النون او الحرف اخر اخر حرف بالكلمه بالدارج يعني بالمحكي على بنشيل النون حتى بالسرياني يعني باللهجات السريانيه لنقول الطرويو بثور بي عبدين كثير ناس بيعرفوا شو عم بحكي يعني نحنا بنقول ما بنقول لو ميدام بنقول لو آه يعني عطول الميم او النون اخر شيء بنشيلها للتخفيف فكمان نحن بنقول اي ما بنقول اين بس هي بتجي من اين فهيدي كمان باللبناني بنستعملها بنستعمل لا نحنا بنقول او لا ما بنقول كلا كمان هيدي بتجي من السرياني بالسرياني لا بال بالشرقي او بالغربي لو هي زيتا فما عنا كلا ابدا بالسرياني كمان معنا باللبناني بنقول رايحين تناكل تا التا هيدي كمان بتجي من السرياني بمعنى لكي يا بتجي دال حرف الدال يا بتجي حرف التي بتعني لكي بالسرياني اه كمان نحن بنقول طب خليني اقول لك شيء طب هي بتجي من كلمه طوب بالسرياني طوب يعني معناتها اذا اوكي هلا في عنا ايام الاسبوع ايام الاسبوع كمان نحن بنستعملهم بالسرياني مش بالعربي رح بلش اه حاد بشابه الاحد اوكي بنقول الاحد بتيجي بين العربي وبين السرياني التنين ما بنقول اثنين كمان ترين بشابه ثلاثة لاحظتوا اربعة ما في مش اربعة اه ما في مثل السرياني زاد الشي اربعه أربعة وشابه هلا الخميس زيت الشي عنا الجمعة انتبهوا الجمعة بالسرياني نحن بنقول عروبته أو عروته عروبته شو معناتها غروب الأسبوع اللي هو آخر نهار بالأسبوع لأنه نحنا بنعرف قديما أنه نهار السبت هو نهار العطلة اوكي فعنا العربته هي غروب الاسبوع بال بالعربي بيقولوا الجمعه او حتى باللبناني بيقولوا الجمعه منين اجت الجمعه اجت هيدي من عند العرب العرب كانوا يتجمعوا بهيدا النهار اللي هو غروب الاسبوع ليشتروا اغراضهم وحاجياتهم لانه تاني نهار ما في سوق فيعني مثل نهار الشوبينج كرمال هيك هي الجمعة يعني بتجي بمعنى الجمعة اوكي أه خلينا هيك كمان نحكي عن شوية تعبير بنستعملها باللبناني وما بنعرف انه هيدي سرياني يعني منقول شو بهلة معناتها غبي بهله بتجي من السرياني بنقول حاجه تتبهور تتبهور هي محاوله ايهام الاخرين بالعربي شوفوا كيف هي كلمه وحده بالسرياني بنستعملها باللبناني بنقول آه آه حاجه تبلعت كمان يعني البلعطه هي الحركه العشوائيه بنقول نقزتني من نقزه يعني اجفلتني آه بلا زغل زغل بمعنى غش باللغه العربيه منقول آه أبع سنه أبع معناتها أزال آه أوكي بنقول جدلت شعراتها جدال بتجي من كلمة جدال بالسرياني يعني آه بالعربي بيقولوا آه ضفرت أوكي بنقول آه دنق من البرد كمان أكيد سرياني هيدي بنقول كش برا آه بنقول آه للبسينة بتنوي لبسينه كمان هيدي من السرياني عنا بالضيع اللبنانية بنشوف كتير كلمات طبعا عم نحكي بالضيع اللبنانية مش ضروري ضيع مسيحية أبدا أو ضيع مارونية أبدا حتى ضيع الشيعة وضيع المسلمين بيقولوا بيزرق مثلا بجنوب بيقولوا بيزرق بيزرق يعني بيبول هيدي من مزروقة باللغة السريانية أه بيقولوا بشمال مثلا طلامي طلامي هي طلمته طلمته بالسرياني بتعني رغيف خبز أه بيقولوا كمان بتضيع عدان عدين بتجي من عيدونه من الوقت هيدي باللغة السريانية بنقول يشحاري هي بتجي من شحار شحار معناتها الدخان الأسود اللي, اللي بيتصاعد من الموقد اذا بدنا نقول بالعربي كيف تجي أه بدنا نحكي شويه امثال امثال لبنانيه كلها هي امثال سريانيه بنقول مثلا زمط بريشه اول شيء الانسان ما عنده ريش ما انه طير ريشه بالسريانية يعني راس حتى ما عربناها بقيت مثل ما هي لانه الانسان لما بيولد لما بيطلع على الحياه اول شيء شو بيزمط فيه راسه بس يزمط راسه معناتها للحياة معناتها وصل للحياة كرمال هيك منقول زمط بريشه منقول انقطع حيله شو هو الحال حيله باللغة السريانية بيعني القوة فبنقول يعني نفذت قوته انقطع حيله منقول كمان العقل زينة أكيد مش معناتها العقل ديكور زينة منزين فيه منه مكياج مثلا أو, أو شيء حلو بالعكس العقل السلاح زينو باللغه السريانيه بتعني او زينو بتعني السلاح بنقول مش معروف قرعه بيو من وين شو يعني قرعة قرعة بيو يعني الجمجمه ليه بنستعمل كلمه جمجمه ما بنعرف جمجمه بيو من وين ما نحن بنعرف بعلم الـ 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 الاثار او او بالساينس بالعلوم اذا بدك تحدد جنس اشخاص او نوعهم بندرس الجمجمه تبعيتهم فما بنعرف جمجمة بيو يعني أصوله من وين منقول ما تهزه واقف عشوار شو يعني شوار؟ شوار يعني هذا المنحدر القوي باللغة العربية طبعا شوار كلمة سريانية منقول خد لك شقلة شو الشقلة؟ الشقلة باللغة السريانية معناتها الحمل آه كمان قلنا كل شيء له عدين يعني كل شيء له وقت منقول من الدلفة تحت الدلفة لتحت المزراب اوكي كمان الدلفة بالسرياني ومزراب كمان بالسرياني ما في ولا كلمة منهم بالعربي بنقول من العب للجيبة شو بيفكروا العب بصيروا يفسروا ان العب هون لا مش مزبوط العب عيبه بالسرياني معناتها جيبة ما هي شو يعني من العب للجيبة؟ يعني لما بنقول للشخص زيت الشي يا زلمة من العب للجيبة يعني من الجيبة للجيبة هيك معناتها منقول كمان واقف عسوس ونقطة شو هو السوس؟ مش صوص يعني هيدا الصوص الصغير الكتكوت سوس معناتها مسمار ما قبل كانوا يوقفوا البواب كانوا يحطون على مسمار بيصير يبرم الباب كرمال هيك منقول واقف عسوس ونقطه هلا عندنا شغله كمان باللبناني القاف حرف القاف بنستعمله ا هلا ما عرفنا ليش بس عرفنا في اثبات لهيدا الشيء انه اللبناني بيستعمل القاف الـ الـ القوف يعني بيستعملها اوف آه هيدي بنشوفها ابن العبري قالها كمان بالقرن 13 قال انه آه غريب انه بلبنان او بجبل لبنان بيستعملوا القوف اوف هلا يمكن لانه تاثروا بال باليوناني وبال بتعرفوا انتم باللغه اليونانيه ما في قوف فكرمال هيك يمكن للتخفيف بنستعملها آه ايه بنستعملها اوف آه في عنا كلمات كتير كمان بنستعملها بحياتنا اليومية خليني لكم إياها بكل اختصار كل كلمة بتستعملوها بحياتكم اليومية بتحطوا مرادف إلى للعربي بيطلع غير من دون ما تفكروا شو هي هي الكلمة حتما رح تطلع معكم سرياني حتى لو ما بتعرفوا ولا شيء عن اللغة السريانية يعني مثلا رح نقول بنقول نحنا زبالة ما بنقول نفايات زباله بالسرياني منقول صغير ما منقول صغير من بتيجي مش لانه الصاد من زين لا ابدا لانه في حرف الصاد وفي حرف الزين بالسرياني موجودين وباللبناني موجودين ما منقول نحنا عصير البندوره منقول بنقول آه رب البندوره رب كمان من السرياني بنقول زوم ما بنقول مرقه باللغه العربيه بيقولوا مرقه منقول زنار ما منقول حزام كمان اه سرياني منقول زمور على فكرة زمور تبعول السيارة منين بتجي كلمة زمور بتجي من زمار شو يعني زمار يعني يغني وعنا على فكرة مثل مثلا منقول ما تطبل وتزمر مش معناتها تطبل وتزمر يعني بالزمور لا تزمر يعني تغني فما تطبل وما تغني، يعني ما تعمل هالضجة الكبيرة. عندنا مثلا أعضاء الجسم بنقول اه ايد ما بنقول يد، لأنه بالسرياني ايد منا يد، مش معناتها هي عربي ضفنا لها ألف. اوكي؟ بنقول اه من منخار ما بنقول أنف، هيدي بالسرياني منحيره بنقول بز ما بنقول ثدي. بنقول معلش نحن عم نحكي بالنتيجة ما في لا حياء بالعلم بنقول طيز ولا مرة قلنا مؤخرة بنقول صبيع ما بنقول أصابع كمان من صبعه هيدي وصبعه بتجي بالسرياني بنقول ضفير ما بنقول أظافر تبعته من بنستعملها بالسرياني عنا كلمات ما بتنتهي بنقول بكرة ما بنقول غدا قدام مش أمام توك يعني عطل وضرر بنقول في توك بالشغله كمان من السرياني بنقول شمال ما بنقول يسار بتجي من سيمولو على فكره الشين والسين باللغات الساميه القديمه بي بي يعني بيعادلوا بعض يعني اوقات الشين بنلفظها سين واوقات السين شين فشمال هي بتجي من سيمولو بنقول حبس ما منقول سجن منقول طعمه ما منقول مذاق منقول برية ما منقول صحراء منقول أبوط ما منقول جراد منقول بورة ما منقول أرض مهجورة منقول برمة ما منقول الالتفاف من ناحية إلى أخرى أو من جهة إلى أخرى شوفوا قدي في عنا كلام سرياني بلغتنا اللبنانية منقول نكش بمعنى حفر نبش نبش بمعنى بحث منقول فلش بمعنى وسع نهش بمعنى أكل نتع سحب بخفة منقول دندل يعني تدلى منقول لقوط يعني جمع لملم منقول دح للطفل دح الاشياء الحلوة يعني منقول عنا شي حلو دح بنقول واوا للوجع مش واوا هي هيك كلمة عم نكبها نغنيش لا واوا باللغة السريانية بتعني وجع منقول شوب ما منقول حر منقول معس ما منقول سحق منقول شلش شلوشنا هي بتجي من شرشو شروش او شلوش معناتها الجذور بنقول دقر ما بنقول لمس بنقول بحبحه ما من محبح ما بنقول اغدقه بنقول بج من الاكل كمش يعني مسك بنقول كدش بنقول برطع بنقول بعق يعني أه صراحه الكلام ما بيخلص برجع بقول كل كلمه بتقولوها باللبناني مش هي زيتها بالعربي معناتها هي سرياني بنقول فصت بالكلام يعني بالغ بنقول فشكل اغراضه يعني بعثر بنقول قلط عن البيت يعني ابتعد عنه بنقول طربون الحبق معناتها غصن طربون منقول مقلعط بمعنى هي مش مجوي اكثر ما هي خسيس بهالمعنى منقول سقط بالمدرسة ما منقول رسم رسب منقول شباك ما منقول نافذة بتجي من سبوك كمان بالسرياني منقول ولا بعطة ولا حركة منقول بقبق بق المي أو بقبق بق الجرح أوكي منقول جرصة بمعنى فضيحة زيح بمعنى خط جوره جرته بمعنى حفره شقفه بمعنى قطعه بنقول فشر بمعنى خسئه بنقول لون بايخ يعني باهت يشحل الشجر كرش بنقول ما بنقول بطن بتيجي من بنقول قبر ما بنقول مدفن بنقول عتمه ما بنقول ظلام بنقول طنبور اللي هي آلة الحزف يعني كثير اشياء بنقولها خلينا كمان هيك نكمل بنقول شعر عبى عبى بتجي بمعنى كثيف بنقول ابع بالزاويه بتجي من اتقباع بنقول شوشط يعني احترق شلف الغرض يعني رمى شبق الشغله شمط دينتو نجز نكز تجي من غاز بالسريويو أه لز او لز لهونيك كمان يعني زيح أه بنقول لعوس مضغ الاكل أه بنقول صوب يعني بمعنى اتجاه أه بنقول فرقع او فرقاع بمعنى انفجار او أه بنقول طعمنا الصبي طعم طعمنا البيبي يعني عطيناه لقاح فاكسان كمان هيدي من السرياني بنقول زفر بمعنى الزنخة بنقول زنجر زنجار يعني صدى بنقول رتي رتي التياب أو رتي السجادة رفش بمعنى المذرات عرزال بمعنى كوخ شو بدي أقول بعد طفش بمعنى هرب طم بمعنى آآ ردم آآ نبأ من تحت الأرض بمعنى ظهر فجأة أم أم بنقول كمان سطل بمعنى ما بنقول دلو سطل. بنقول سطل بنقول بفوش عوز المي كمان سرياني هلا كمان بنقول اذا حدا بده يجمع مصاري بنقول صمد مصاري بتجي من على فكره صمدو بالسرياني معناتها محفظه الوالت البورتمونيه بنقول اسا او هسا من وين بتجي من هوشو باللغه السريانيه هوشو مثل ما قلت لكم الشيء اللي هي زيتا الشغور يعني الشلال البوحير يعني احوال الطقس بنقول البوحير اوكي معناتها هيدي احوال الطقس بتجي اكيد من من السرياني من بحوره عندنا بنقول قربة مي ما بنقول جره منقول حلة على الطنجرة، منقول غشيمو غشيم بمعنى انه عنده جسم بس بلا راس. منقول غلطة ما منقول خطأ، كمان من السرياني. منقول فدان، في فدان في هو المحراث يعني باللغة العربية. منقول ينكي ينكي بمعنى انكو بمعنى بيعارض، اوكي؟ وبيعارض وبيضر الشخص التاني. بنقول بكنس الارض بمعنى بنظف بنقول نمره للسياره مثلا نمره السياره من نمره بنقول عيط بمعنى صرخ بنقول تعوق بمعنى تاخر بنقول تنوره بالتياب تنوره كمان بتجي من السرياني وتنور اللي بنعمل فيه الخبز كمان من السرياني وكمان نحن بنستعمل كثير بحياتنا اليوميه بنقول النطور نطور بتجي من كلمه نطوره نطوره بالسرياني يعني اللي بيحافظ واللي بيحرس الحارس عنا كمان بالشرق مش بس العرب استفادوا من من لغتنا طبعا كثير شعوب نحن قلنا حتى وصلنا ل اسيا الصغرى لارمينيا، كل هيدي البلاد اخذت عن الارامي او عن السرياني. في عنا اسماء بلبنان مثلا، في عنا اسامي عيال ارمن، هن اسامي سريانية، يعني بنلاقي عند الارمن كتير بيقولوا ارام، ارام منين تجي قلنا من ارام هو بي الاراميين، الاراميين يعني اليوم السريان، شو يعني ارام؟ آرام بتعني قلناها أه بحلقات سابقة أه يعني مثل الأرض المرتفعة أوكي فبيستعملوها كتير الأرمن بيستعملوا مثلا كمان الأرمن أه عائلة كاشيشيان هي بتجي من قاشيشو قاشيشو بمعنى القس أو الشيخ أوكي عنا أه برسوميان بيقولوا بيستعملوا كلمة برسوميان بتجي من برسوم برسوم يعني بار صوم ابن الصوم كمان مثلا بنشوف اسم نيشان كثير بيستعملوه الارمن هي نيشان بالسرياني معناتها هدفنا هلا بننتقل لاسامي عيال واشخاص لبنانيه بنقول عائله الارداحي يعني معناتها الحدادين اوكي بنقول ازحية كنز الحياه بنقول زلفه قصيره الانف بنقول ريشه الراس منقول روحانا يعني الروحاني اكيد بالسرياني هيدي منقول مثلا اسم اسماعيل شماعيل شماعيل معناها الله يسمع منقول شلهوب عائلة شلهوب يعني الملتهب بالعربي منقول شربل او شربيل يعني قصة الرب مين ما بيعرف مار شربل قصة الرب او مشكلة الرب شربيل اوكي آه راشل يعني رقص الله او رقص الله آه تألة تألة معناتها وزن آه منقول شليطة شليطة معناتها المتسلط منقول زخية زخية معناتها المنتصر مارون اكيد كلياتنا بنعرف شو يعني مارون مارون هي تصغير مار مار قلنا هي بمعنى السيد وبنستعملها للاحترام الزايد للقديسين فبنقول مثلا سيد المسيح بنقول موران يشوع مشيحه يعني ربنا او او بمعنى الهنا او سيدنا العظيم فالقديسين اكثريتهم من بعد السيد المسيح صاروا يزغروا مارون الواو والنون يعني النون هي للتصغير فبيصير السيد الصغير أه تمار معناتها شجره النخل سابه عائله سابه معناتها العجوز لانه صوبو باللغه السريانيه بتعني عجوز نهره عائله نهره بتعني النور أه عنا بيت يونان بنقول يونان شو بنفكر نحن انه يونان جايين من, من بلاد اليونان لا يونون باللغة السريانية بتعني حمامة كنعان كنعان كمان بتجي بمعنى منخفض يوكيم قيامة الرب جدعون الحطاب يعني هيدي بعض الـ 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 الأسامي اللي أعطيناها واللي بنستعملها يعني انتبهوا عم نحكي عن العيل عم نحكي عن الكلمات عم نحكي عن الأمثال عم نحكي عن القواعد عم نحكي عن الضماير كل هالاشياء هيدي اللي بتثبت انه نحنا بنحكي عن نية اللغة السريانية وما بنحكي عربي بس بطبيعة الحال اكيد في عنا كلام عربي حتما بس نحن برجع بقول اللبناني هو محكية اللغة السريانية أنا بكتفي اليوم بهالقدر لحتى نرجع نكمل بالحلقة الثانية نحكي عن الضياع والقرى والمدن والمناطق اللبنانية اللي هي كلها أسماء سريانية فوشون بشلومو من الله راد بلاقيكم بحلقة الجاية